هذه أرفف ممتلئة بالكتب، وهؤلاء قدموا من أجل ما تحويه تلك الأرفف. وهذا سفيان السعدون، كاتب رواية يوميات طفل سعودي في بغداد التي تدور أحداثها في تسعينيات القرن الماضي. حياة الطفل سيف الذي سافر مع أسرته من السعودية إلى العراق، فكان التساؤل: كيف يمكن لقصة جميلة أن تبدأ بخطأ فادح؟ بلد في حالة معاناة وظروف صعبة قاسية على أهل البلد، فما بالك بمن قادم، بمن هو قادم من الخارج، قادم من بيئة مختلفة وتجربة مختلفة وظروف مختلفة، كيف ستتعايش هذه الأسرة مع هذا المحيط الصعب الذي يعاني ويعاني من فيه، وهم سيعانون هذه المعاناة وسيعيشونها وسينخرطون في الفلك العراقي كما وصفته في الرواية. فهذه الأسرة ستجد نفسها في هذا الواقع، كيف ستعيش هذا الواقع؟ الرواية تحكي الكثير من المعاناة ولا تخلو من الأفراح، والخصوصية أن يكتب الطفل حياته العراقية في يوميات متنوعة. الطفل الذي عاش يوما مع أسرته في السعودية ثم انتقل إلى عالم العراق المختلف والمحقون بالكثير في تلك الحقبة. أزعم، والله أعلم، لست بباحث ولم أقضي وقتا طويلا في البحث، أزعم بأن روايتي هذه ربما أول رواية في الأدب العربي تجمع العراق والسعودية في سياق أدبي سردي اجتماعي، ليس في سياق سياسي أو اقتصادي أو ديني أو تاريخي. والاجتماع بين البلدين في هذه المجالات كثيرة جدا على مستوى الإنتاج المطبوع، لكن أزعم بأن روايتي في السياق الأدبي الروائي الاجتماعي هي أول رواية تقدم السعودية والعراق في سياق اجتماعي واحد. والله أعلم، أنتظر من الباحثين أن يردوا علي إما بالتثبيت والتوثيق وإما بتصحيح المعلومة. عبور لا عودة، هذا الخطأ الفادح، ووصول سيف أو سيف كما ينطق باللسان العراقي إلى بغداد كان الإيدان بحياة عراقية عاشها الطفل السعودي. والمفارقات لا تفارق الرواية، حيث اختيار العراقي ضيف شرف لمعرض الرياض الدولي للكتاب، وحيث الكاتب سفيان السعدون يقدم روايته. محمد العتيبي، الإخبارية، الرياض.